بطاقات بلا حدود. حياكم الله مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم طاقات بلا حدود، معي أنا عادل برباع. وطبعا عبر هذه الإطلالة نحييكم مستمعينا الكرام، وطبعا حديث متجدد بموضوع جديد، وموضوعنا اليوم عن تعزيز ثقافة النظام في حياتنا ومجتمعنا. وطبعا مستمعينا، يعد تكريس ثقافة الامتثال أو النظام في أفراد أو حياة المجتمع بكافة مكوناته وسيلة لغاية أسمى، وطبعا هذا بيجعلنا بإذن الله تعالى نعيش حياة كلها يعني فيها الاحترام والتقدير لكثير من الأمور. النظام بمعنى التقدير، النظام بمعنى الاحترام، والنظام بمعنى أنه إحنا نقدر نفسنا كإنسان لابد أن يكون له حياته وترتيبه وتنسيقه في شتى مجالات الحياة، سواء النظام على مستوى أسري، منزلي، عملي، مهني، وظيفي، أيا كان، بالتأكيد حتى على مستوى يعني سيرنا وتعاملنا، كل ذلك بيضمن عبر النظام حقوقنا وحقوق الآخرين. للحديث عن هذه الثقافة وتعزيزها ومعرفة ثقافة النظام، نرحب بالأستاذ حاتم سفرجي، وهو مدرب ومستشار في التنمية البشرية. حياك الله أستاذ حاتم. حياكم الله والسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض طيبة الطيبة مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم، نبعث لمستمعينا الكرام نسائم من أكاليل الحب والتقدير ونفحات الورد والنعناع من أرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لتحل لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا وأينما حلوا ووقت ما يستمعوا لنا. الله يسلمك، تشوقتني يعني وانت تقول النعناع مع الجو البارد اللطيف هذا، أنه الواحد يبغى يشرب شاي نعناع ولا بالحبك ولا وحساوي وكذا. نعم، حاجات كذا يعني فعلا كلها عطريات وزهورات، مثلك سيد حاتم. الله يسعدك حبيبي. الله يخليك ويسلمك. طيب سيد حاتم، حول موضوعنا عن النظام، وأول حاجة نبغى نعرف إيش المقصود بثقافة النظام وتعريف الثقافة هذه. قبل أن نعرف إيش هي ثقافة النظام، لازم نعرف إيش هو النظام. نعم. إيش يعني لنا النظام؟ مفهوم النظام. هل هو النظام القانون أم النظام الحياة؟ النظام أشياء كثيرة يعني. نأخذ حديثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. لما يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له. له سائر الجسد بالحدة سائر العضو. نعم. إحنا تعال نأخذ الدراجة الهوائية مثلا. نعم. هتلاقي إنه لو ما في ترابط ما هي واحدة، ولو جزء من الدراجة الهوائية أو كفر مبنشر، هل أحد يمشي؟ لا. طيب الله عز وجل عندما خلقنا كنعمة وكمؤمنين وكجسد، إن لم يكن بين النظام، هل حتصير حياتنا وفق سلوك يرضاه الله عز وجل؟ لو ما في هذا التوافق حيصير في سلوك يرضاه الله؟ لا. نعم. حيصير في لخبطة. انت تبغى وانا ابغى وهذا يبغى وهذا يبغى. فاحنا هنا معناه النظام اي مركب مجموع الاجزاء المترابطه والمتفاعله ببعضها، تعاون، تعاطف، حب، علاقات. ليه؟ لانه لو ما في هذا السلوك النظامي فينا كفرد كمسلمين كأناس، لن يكون هناك نظام او سيستم نمشي عليه. نعم. تعال ناخذ كالنظام مثلا الاداري، هو مجموعه من الانظمه الاداريه، المركبات الاداريه، القرارات، التخطيط الاستراتيجي،
النظام القانوني، هذه كلها أنظمة. أنت لما تحط نفسك كإنسان في بيتك كزوج نظام، لا والله ما نسهر بعد الساعة 10، ليه طيب يا بابا؟ والله إحنا عشان تكون بدري، والله طب ليه أنت كان عندك هذا النظام؟ ليه؟ لأنه أنت وجود مركب وأمور متفاعلة قديمة، إنه اللي ينام بدري يصحى بدري، لا والله ورانا صلاة فجر، لا والله عشان صحتكم. إذا الصحة، الدين، الراحة النفسية، سلامة الجسد، هذه كلها المركبات. يعني الخلاصة أن يعني النظام هو يعني حتى تستقيم الحياة، حتى لتستقيم الحياة. نعم. لتستقيم كأنت كفرد قبل الحياة. نعم. لأنه إذا استقمت روحيا وقلبيا وعقليا استقمت سلوكيا، فاستقمت حياة واستقامت حياتي. صحيح صحيح. هي مجموعة مترابطة. لما يقول النظام الروحي فهو التراكمات والتراكبات والمركب في الروح، في التزكية، في العطاء، في الراحة، في الأمان، في الرضا. النظام القلبي هذا الدم الذي يجري، ولكن تعال نتكلم عن النظام الفعلي في القلب، هو الحب والتسامح. طيب أستاذ حاتم، إذا أردنا أن نفرق، يعني جميل أنه عرفنا النظام وما هو حتى يعني تستقيم الحياة، لكن الفرق بين النظام وثقافة النظام. إحنا قبل أن نعرف أن ثقافة النظام، نقول كلمة ثقافة. أيوه. إحنا تكلمنا عن النظام. نعم. نتكلم عن الثقافة. نعم، وهذا يقودنا لتعريف ثقافة النظام. أيوة. الثقافة طبعا كلمة قديمة عربية. يعني في الموجة يقول لك وثقف نفسه، أي صار حاذقا، الحذاقة، الفهم، الفطن. فأنا أكون فطنا بالنظام. طيب. هنا عشان نبدأ تستخدم كلمة ثقافة في التعبير عن معاني معينة في حياتنا، لما أقول لك أنت ما عندك نظام أو ما تفهم في النظام، طيب النظام تذوق، تذوق الشيء الجميل، التذوق للحب، التذوق للحياة. فهنا ليس لدي تذوق لمعنى أن أسير وفق منهج معين يضعه النظام كدولة أو تضعه الشركة أو تضعه القطاع الحكومي. نعم. فأنا لست متذوقا لجمال هذا النظام. وممكن يقول لك هو نمط متكامل من المعرفة البشرية. طب أنا ما عندي معرفة، لأنه فاقد المعرفة الذاتية فاقد للمعرفة الخارجية. من فقد معرفة نفسه فقد معرفة من حوله. وما أقصد بالحول هو كل شيء، نظاما، سلوكا، شخصيات الناس. فيكون في عالم، في توهان، فيمشي بدون وعي. ليه؟ لأنه النمط هذا المتكامل عبارة عن إيه؟ معرفة واعتقاد وسلوك. إذا لم يكن لدي معرفة بذاتي ومعرفة بالناس واعتقاد جازم بأني لابد أن أتبع هذا النظام وأن أكون مثقفا فيه وأسير على سلوك، لن يكون عندي استقامة في الحياة. هذا إذا كان عندي الثقافة. نعم. طبعا قال لك الثقافة برضو هي إيه؟ يقول لك الواحد يقول لك الثقافة، طب هي الثقافة إذا لازم يكون عندي قيم، اتجاه، أهداف، ممارسات. أنا لو ما عندي ممارسة إن أتبع عن ثقافة، إني أكون مثلا ممارسة الثقافة أي أمارس في القراءة، أمارس في المعرفة، فإني أفقد ركن من أركان الثقافة. إذا لم يكن لدي أهداف في حياتي، لماذا أتبع هذا النظام؟ ما هو الهدف من اتباع هذا النظام؟ إذا فقدت الهدف، إذا فقدت واحد من الأركان. طب لو القيم عندي مفقودة، هل يكون عندي ثقافة إني أتبع قيم معينة أو قيم إسلامية؟ لأنه ديننا الحنيف قائم على الثقافة، ثقافة النظام، ثقافة الحب، ثقافة العطاء، ثقافة الأداء، على التذوق. عندما أتذوق هذا الدين وجمال هذا الدين وأتذوق حلاوة الإيمان، فهنا يكون لدي رغبة في الثقافة والتثقف بديننا أكثر وأكثر أكثر، وشريعة السمع أكثر وأكثر. صح ولا لا؟ فهذه الأمور كلها إحنا لابد نحتاجها. طيب
لو واحد يقول لي طب ايش تعريف ثقافة النظام لما تقول لي؟ طيب احنا حناخذ تعريف ثقافة النظام يعني بشكل اوسع واوضح بعد الفاصل لنا سيدنا الأستاذ حاتم وكذلك السادة المستمعين، ابقوا معنا. طاقات بلا حدود. حياكم الله مستمعينا الكرام وعودة إليكم وفي طاقات بلا حدود، وموضوعنا كيف نعزز ثقافة النظام في حياتنا ومجتمعنا. تفاصيل هذا الموضوع ونقاط مع المستشار والمدرب حاتم سفرجي للحديث أكثر وأكثر. الآن احنا وصلنا في موضوعنا عن الفارق ما بين النظام وثقافة النظام. حياك الله أستاذ حاتم. حياك الله حبيبي. نعم. حلو سهل. طبعا اذا احنا تكلمنا عن عرفنا ثقافة وعرفنا النظام، تعال ناخذ الكلمة كمجملها اللي هي ثقافة النظام، ايش تعريفها؟ وحنفرق بعدها بين النظام وثقافة النظام. حلو؟ نعم. لو دي تكلمنا عن النظام، هو تذوق ثقافة النظام، هو التذوق لهذا التكامل وهذا الترابط من عملية السير بشكل يحقق لنا الاتزان في الحياة والسلوك. ثقافة النظام. لو تكلمنا عن النظام لوحده، هذه آلية يتم وضعها وهي مجموعة مترابطة من أجزاء يتم وضعها من قبل المؤسسة أو الهيئة أو الفرد ذات نفسه تحقق له السير على خطى معينة. تمام؟ تمام. ثقافة النظام تذوق والنظام سير، فعندما أتذوق معنى وحلاوة هذا النظام فأنا أحقق الاتزان. حلو؟ إذا عززت أو إذا حققت معنى ثقافة النظام أحقق الاتزان. أحقق الاتزان، الاتزان والجمال. نعم. لأنه أنا أتذوق هذه المعاني في النظام وأتبعها وفق آلية القيم والمشاعر والإدراك والسلوك، فلما يكون عندي هذه الاتجاهات وهذه الاستراتيجيات مع النظام مع هذا الجمال، طب كيف أمشي، كيف أسير، كيف أصلي، ثقافة الصلاة، النظام في الصلاة، كيف الهدوء النفسي، النظام الداخلي، كيف استوعب ثقافة النظام الداخلية لي كفرد، ثقافة نظام الأفكار. نعم. لما أعي هذه الأمور كلها فأنا تذوق حلاوة وجمال في كل معانية في كل خطواتي. لما أنا أتذوق ثقافة النظام في اتباع السلامة، أحط حزام الأمان. يعني أنا أتكلم كحازم، إحنا أول نكون صراحة يا عادل، يعني يمكن الأغلب. نعم. ما كان يعترف بحزام الأمان. صحيح. ولا. نعم. لما طلعت ألمانيا لقيت الدنيا الناس كلها طب بكلهم يوضعوا لي، طب لا الطفل ما يبقى قدامه بعد وراء، طب ليه الدولة حطت النظام هذا؟ لقيت يقول لك إحنا همنا أنت كفرد خوفا عليك، فهنا مبدأ الإنسانية، فإذا لم يكن لدي إنسانية في المحافظة على نعم الله اللي هو أنا، لا أستطيع المحافظة على غيري وعلى أبنائي. فإذا لو لم أتبع النظام الموضوع من قبل جهة ولم أتذوق معاني لن أستطيع تطبيقه. صح ولا لا؟ فعلا هذا هو. إذن أنا لابد أول حاجة يعني أعرف ما الذي سيعود علي من يعني إيجابيات وكذلك مكاسب من خلال يعني سيري أو أني أنا أطبق هذا النظام، مو مجرد فقط أوامر بحيث أني يعني أجعلها كأنه شيء مفروض علي وفقط دون أنه ما يعني أعرف إيش المكاسب اللي ممكن تعود علي من خلاله. هذا مهم. هذا صح. ليه؟ شوف أنه عندك شيء يسموه كفاءة النظام. عشان يكون عنده بقاء وفعالية
ليش يصير؟ لازم أتوقف هذه العملية على الترابط والتفاعل بين أجزاء. طيب أنا أجزاء النظام ده أجزاؤه إنه والله مثلاً نتكلم عن حزام الأمان أو نتكلم عن عدم رمي من الشباك، يعني هناك ما بشوف أحد يرمي من الطاقة نهائي. نعم. يتعنوا يروح الله يكرمك يكرم السامعين الزبالة عشان يرموا حتى لو كانت بمشوار، لكن يروح بس الوين ما يرمي في الأرض. ليه؟ طب هنا أجزاء هذا النظام، هذه الجزئية دي، النظافة، حبه للوطن، حبه لنفسه إنه ما يبغى يشار له إنه إنسان ما عنده ثقافة النظافة أو إنسان دني أو 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 هذه الأجزاء. طيب درجة نجاح كل جزء في ممارسة هذه وظيفته، أنا نجاحي في عدم رمي القاذورات هنا إيش؟ النظام اللي يقول والله عندهم النظام إنك أنت طالما تحب بلدك لا تلوثها، ما تم تحب بلدك لا تلوثها. فهنا نجاحي في الرقي في نفسي كإنسان يعشق وطنه، نعم، ما تربى عليه وترعى عليه. فنحن كشعب نعشق ونحب حكومتنا الرشيدة ونحب وطننا الغالي الذي أعطانا وما زال يعطينا، لابد أن نستدرك هذا الحب. فإذا أدركت معنى حب الوطن أدركت المحافظة على كل شبر في الوطن. نعم، هنا مفهوم الوطنية الحقة يعني من ناحية عملية. أسير النظافة ما أمشي من الشارع درمج وأرمي واللي وراك انعدم. يعني أتذكر قبل لا أسافر ماشي في الطريق في أمان الله واحد معاه بيبسي ما كمل نص العلبة وهي كلها في السيارة عندي. طب راعي إن وراك أحد. طب هذه إذن عندي ثقافة النظام في عدم احترام الغير. من فقد ثقافة النظام ذاته فقد ثقافة نظام احترام غيره، لأنه لا يحترم غيره فنفسه لا يحترم غيره. نعم جيد. إذا نريد أن نتكلم أستاذ حاتم كيف فعلا تنبني ثقافة النظام، كيف نأسس في داخلنا في من حولنا هذه الثقافة المهمة في حياتنا. طيب حلو، سؤال حلو. عشان نعرف هذا الشيء عشان نبني نعرف عناصر هذا النظام. نعم. أهداف وظائف ومكونات. ثقافة النظام، الثقافة تشترك مع النظام في أحد عناصره اللي هي الأهداف. فإذا ما هي أهداف من هذه الثقافة، ثقافة النظام؟ الرقي، التميز، أن أكون إنسانا قادرا على أن يكون لدي بصمة، أن أكون إنسانا قادرا أن أكون قدوة لغيري. أضع أهداف إذا اتبعت هذه ثقافة النظام، لا أنتظر مثلا والله يجي فلان زيد ولا عبيد من الناس يحط لي أهداف ثقافة النظام الشخصي الذي يتحول إلى ثقافة نظام خارجي. نعم. فهذا الشيء دائما أنا بقول يا عادل والمستمعين الكرام، وأتمنى أن وزير التعليم يسمعني، أنه لابد أن نبني في أبنائنا كطلاب ثقافة النظام الشخصي قبل أن أبني ثقافة النظام الخارجي أو الوطني، لأنه لن أستشعر بقيمة الثقافة الوطنية النظام الوطني إذا لم أستشعر بقيمة ثقافة النظام الداخلي كفكر كسلوك داخلي كذات. إذا لم أستشعر فيها وبأهدافها، هل أستشعر بأهداف ثقافة النظام الحكومي أو ثقافة النظام في الحياة أو في الوطن؟ ما حستشعر، صح ولا؟ نعم. طيب بعد كده العنصر اللي بعده الوظائف. ايش الوظائف التي ينبني عليها هذا النظام؟ طب انا كنظام كثقافة نظام الشخصي وظيفتي ايش؟ ايش الوظائف من هذه الثقافة؟ على فرض احنا بنقول وظيفة الانسان اعمار الارض، احد الوظائف. نعم. طيب اعمار الارض، فلا بد ان يبدأ هذا الاحساس بمعتقد كبير وقيمة كبيرة نابعة من الذات.
أن أكون إنسانا يعمر الأرض، فإذا أردت أن أكون إنسان يعمر الأرض فلا بد أن أكون قادرا على إعمار عقلي وإعمار روحي بما يرضاه الله عز وجل، لأحقق نظاما متكاملا داخلي يتكون من الحب والسلام والرعاية والأمان والدين والسلوك والصلاح، فينبني عليه إعمار للأرض بما يريده الله من عبادة ونشر الدعوة والسلام والتقدير ما بيني وبين الناس واحترام نفسي في كل الحوضاء. هذه الحوضاء اللي احنا بنقول عليها في حياتنا كنظام. بعدين اعرف ايش هي مكونات ثقافة النظام، ايش المكون منها، قيمة. طب فين قيمتي انا؟ تتكون من اعتقاد. طب اعتقادي ايش؟ ادراكي ايش؟ والله مثلا الادراك السلبي لدى ثقافة النظام، واحد يقول لك يا عمي أرمي أحد ساري عنك، ما في ناس بتلوم زبالة، مو هذا الواقع العادل؟ هذا اللي بيصير للأسف، إنه كل واحد هذا يسموه الإدراك السلبي. نعم نعم، لأنه إيش هو داخله أتعلم من هو صغير إنه أرمي يا ولدي الشغالة تشيل، أرمي يا ولدي في مين يلوم وراك، لكن قوم يا ولدي اللي ترميه تشيله هذا ما عندنا إلا من رحم ربي. نعم، إذا نحن نحتاج فعلا بعد هذا البناء إلى وسائل تفعيل أو طرق وآليات لتفعيلها حتى تكون ملموسة واضحة. الآن عرفنا عناصر النظام، طب تعال نأخذ الآلية أيوة اللي ينبني عليها هذا النظام واللي تكون مفروض ماشية معانا ونشتغل عليها. أول نعم. حاجة ثقافة النظام الذاتي لابد أن أفعلها بين الناس، وما أجي أنا أفعلها لابد أنا أفعلها بنفسي، لابد أن أدركها. نعم. من لم يدرك ثقافة نظام ذاته لن يدرك ثقافة نظام غيره. لابد أقعد بيني وبين نفسي أبدأ أسوي مراجعة لنفسي. إحنا تعلمنا عن ثقافة النظام، والله قال حاتم سفرجي هو التذوق لعناصر معينة تقودني للنجاح للتميز لأن أكون إنسانا قادرا على السير بخطى سليمة. طب هل أنا أتذوق سلامة خطاي؟ هل أنا أتذوق احترامي لذاتي؟ هل أنا أتذوق معرفتي الشخصية؟ طب إن لم أكون حاذقا ومعارفا ومتذوقا لهذا الشيء وهذه القيم فأنا إنسان ينقصني ثقافة النظام، فلا بد أن أتعلمها. أروح أخذ دورة عن ثقافة النظام، أروح أدرس، أروح أدخل على النت، أروح أسأل. جميل جدا، مفتوح اللي يبغى. الجزء الثاني حنأخذ الجزء الثاني لكن بعد الفاصل، ابقوا معنا مستمعينا الكرام. طاقات بلا حدود، وصلنا معكم مستمعينا الكرام في موضوعنا كيف نعزز ثقافة النظام في حياتنا إلى نقطة تفعيل هذه الثقافة في حياتنا ومجتمعنا، ولابد أنه إحنا ندرك بعض الآليات والطرق ومن خلالها نصل ونحقق الهدف، الهدف الذي يوصلنا إلى أهداف، يعني هدفنا أنه فعلا نحقق هذه الثقافة إلى أهداف سامية تنتج عن هذه الثقافة، أنه يعني نسعد بحياة هانئة مستقرة مرتبة منسقة منظمة سعيدة عبر تحقيق ثقافة النظام في حياتنا. معنا الأستاذ حاتم سفرجي، هو مدرب ومستشار في التنمية البشرية، وما زلنا نحن في نقاط ولعلنا في النقطة الثانية داخلين عليها في كيف نفعل ثقافة النظام في حياتنا ومجتمعنا. فضل أستاذ حاتم. يعني مثلا أذكر لك قصة عشان تتناسب مع الجزء الثاني. نعم. وأنا هذه أتمنى التجربة تطبق عندنا. أنا بنقول تجارب عالمية أوروبية هي من أساس إسلامنا. تذكر الإمام الغزالي عندما قال ذهبت إلى بلاد غير المسلمين فوجدت إسلاما بلا مسلمين، وأتيت لبلاد المسلمين فوجدت مسلمين بلا إسلام. هذا مقول الإمام الغزالي مشهور. نعم. هناك أول ما يبدأ الطفل
يتعلم كيف يسوق بسكليت في مدرسة تشرف عليها الشرطة. هذه المدرسة يعزز في الطفل ثقافة النظام المروري ومعرفة العلامات ومتى يوقف، لأنه عندهم حرص على أمان الطفل، ويفعل هذا الشيء في آبائهم وأمهاتهم، وعملين لهم طرق شوارع الشرطة نفسها اللي بتدربهم اللي هم المرور، هم اللي بيدربوهم. فهذا الأمور احنا محتاجينها لتفعيلها في مدارسنا، تفعيل ثقافة النظام في المدارس في المناهج. وأنا دائما أدعو إن لازم تكون في بداية في الروضة. ليه؟ لأنه 7 سنين الأولى للطفل هي بناء والتكوين له، فالعقل اللا الباطن عنده يستجيب أي شيء. فأنا بدل ما أسمع أشياء بطالة ولا أتعلم في داخل مدرسة أشياء غير سوية، لا، سهل علي إنه يكون عشان سهل فأعلمه وأزرع فيه ثقافة النظام الإسلامي الجميل، ثقافة النظام الحكومي الذي نريد أن يكون المجتمع يتقيد فيه. نعم نعم. ثقافة النظام الشخصي لازم أدربه عليها. أنا أستاذنك في قراءة بعض المشاركات عبر حسابنا في الإذاعة بتويتر. سعد الهذلول بيقول التقيد بالنظام يعزز ثقة الشخص بنفسه وذاته، هو مسألة اعتياد صعوبتها في البداية فقط. يسعد صباحك أخوي سعد. وطبعا محمد خيني بيقول نعزز ثقافة النظام بالانتظام في حياتنا وجعلها منظمة قبل تصدير هذه الثقافة للخارج، وبعدها نبدأ بمن تحت أيدينا وتثقيفهم بها. كذلك طبعا مشاركة من أخونا الصامل بيقول نطبق النظام ببث رسائل إيجابية عن روعة النظام بمجالسنا مع أبنائنا، استغلال العقول الصغيرة بغرس النظام لتنشأ معهم. أخونا محمد الزامل الله يعطيك العافية ويسعد صباحك، بوجهه طبعا لي ولك سيد حاتم. الله يسلم يا رب. الله يسلمك. فهذه يعني زي ما نقول مشاركات واستنباطات حبوا انهم يتدخلوا فيها حول موضوع. نتمنى من الجميع يشارك. لو طرحنا هذا السؤال، انت كأب وانت كأم، نعم، كيف حتفعلوا دور ثقافة النظام في بيتكم؟ كيف حتفعلوه؟ يعني انا كقدوة اذا لم يكن لدي ثقافة نظام فلست بقدوة. نعم. يعني مثلا أغلب خلينا نتكلم كده بشكل فكاهي، لما يقعد الأب ها وجالس ومتبطح ها، ويا فلانة هاتي القهوة، يا فلانة هاتي الشاي، يا سورياتي هاتي الشيشة، يا مدري، يعني أنت قاعد زي رجل مدفع لا بتضر ولا تنفع. طب ولدك لما بيقعد برضو نفس الكلام، فاكر الناس تخدمه والناس تحت إمرته، ويبدأ ينشأ إنه لا بيشيل شيء ولا عنده ثقافة النظام في البيت، إنه يحافظ على النظافة، يحافظ النظام الأساسي، غرفته ما يبغى يرتبها. طب هذا أنت كقدوة ما شفت هذا الشيء، ما سويت الشيء. نعم. يعني عادل، أنا في عوائل والله العظيم ألاقي الرجل الكبير العجوز هو اللي يشيل الصفرة ها، ويتعاون مع أولاده وبناته. نعم. والله هو اللي يجي لما أحد يطلب موية ما يستنى، يجيب هو موية لبنوفه. حتى انه في يعني ورقة كلامك سيد حاتم، يعني بعض المراكز الكبيره اللي تريد ان تساهم في تعزيز ثقافه النظام انهم يضعون في مطاعمهم يعني لوحات ارشاديه بانه انت احمل طبقك بنفسك لتضعها في المكان المناسب، لانه اذا ما تعاملت او تعاونت معنا سنضطر لرفع التكلفه حتى نوجد عامل يرفع عنك. لذلك النظام بيوفر عليك تكلفه اقتصاديه، وكذلك أنت يعني بتساهم، وهذا شيء بيكون من صميم حياتك وشيء جميل أنه الجميع تعاون. لما تجد الأب الأم الطفل كلهم بيلملموا أشياءهم بنفسهم ويتركوا المكان أفضل مما كان، يعني وإن لم يكن بالإمكان فكما كان. يعني صحيح. يعني مثلا أنا بتكلم من الأشياء اللي أخذناها أنه يمكن 6 شهور علمتني أشياء. إحنا كنا أول لما ندخل محل نبغى قهوة
هذا يسقط على ده وده يسقط على ده وده يسقط على ده، مو هذا واقع بيصير؟ صحيح. ما هو يا فلان انا عندي فين داخلين حسسني داخلين حراج احنا هناك ما في النظام ده. تمسك سيرة وانت تقول امين، تمسك سيرة فعلا تحترم من امامك، تحترم من امامك. نعم. وما تجلس مكان احد جالس غير لما تتأكد انه راح. شوف هذه النقطة. اي. فجيت اول ما جيت هنا واقف مسوي النظام، لكن الناس اخذت الطلبات وانا واقف في السيرة. اللي جو بعدي. نعم. واحد يدخل من اليسار، واحد يدخل من اليمين، واحد. قلت له حبيبي انا من اول واقف. قال بابا انت ليه ما تسوي زي نفر سعودي؟ طيب بالله اشتغل. ايش اقول له؟ صح ولا لا؟ فعلا فعلا هذا اللي صاير. يعني مثلا احنا متعودين اكثر الوظائف الحكوميه، يعني جزا الله خير مرسلنا وامر انه ما في تدخين في الوظائف الحكوميه، لكن بيصير داخل القطاعات الحكوميه في المكاتب. يحصل ولا لا؟ فعلا. والشركات اللي شفته هناك لو انت دخلت داخل مكتبك معناه مفصول او خصم من الراتب بشكل كبير. فتلاقي كل الموظفين فين قاعدين؟ عندهم فترة للتدخين، انزلوا تحت يدخنوا. يقول لك لأنه أنت بتضر بيئة المكتب، فلابد أن تحافظ على نظام المكتب وقوانينه في أن لا تضر بيئة المكتب. كيف تدخن تحت في الأوضة القالوا سالا غير كده ما تدخن، ولا حتى في غرفة تدخين ما في موجودة في أي مكان. طب ليه؟ يقول لك إحنا نحافظ على صحتكم، فياريت تحترموا نظامنا في المحافظة عليكم. النقطة هذه مهمة. نعم. إذن عندنا تطبيقات معينة. نعم. إنه أنا أطبقها. التفعيل هذا النظام هذا من خلال بعض الرسائل على الجوالات يكون وجود قياديين. أنا لما أكون قائد في منظمتي سهل علي أخليهم يتبعوا النظام، بس لازم أول أطوره فيهم داخليا. أعرف هذا إيش فكرته عن ثقافة النظام، أعرف ذا إيش فكرته عن ثقافة النظام، هل يتذوق النظام أم هو إنسان إمعة مثل ما صار الناس يصير؟ لا، أنا أبغاها تخرج من داخلك، منك أنت. الاستشعار بثقافة النظام وقيم النظام وإدراك النظام واعتقاد النظام هذا لابد أن يكون منك أنت، لا أزرع فيك أنا. لأنه في ناس قد يكون العادات والتقاليد والتربية والبرمجة السابقة أثرت عليه في ثقافة النظام، ولديه ثقافة نظام مختلفة عن الآخرين. لكن إذا أردت أن أصل لثقافة نظام واحدة في منظمة واحدة لابد أن يكون لدي شيء يسموه فريق العمل الواحد الذي يدرك ويتذوق معنى هذا النظام، لكن لابد أن يكون منهم هم. لما أنا بحط نظام معين تعال أقول لهم تعالوا مع بعض، إيش رأيكم بنحط نظام للمؤسسة أو للشركة بس نستشعر فيه كلنا ونطبقه كلنا. هنا أنا طبقت شيء يسمون إدارة بالأهداف، وطبقت ثقافة النظام المعرفي الإداري. حلو. فهنا أنا أبدأ أجعل السياسات مشتركة لكي يستشعر فيها جميع أفراد المنظمة. جميل جدا. هذه يعني سلسلة من الطرق والوسائل مهمة جدا أنه احنا ندركها ونعرفها حتى نفعل ثقافة النظام في حياتنا. هذه مشاركة إبراهيم الخطيب بيقول، يقال في أحد الأمثال العربية: تعلم من الزهرة البشاشة ومن الحمامة الوداعة ومن النحلة النظام ومن النملة العمل. وهذا بيقودنا أستاذ حاتم أنه الواحد يعني من الوسائل أنه ينظر في المجتمعات التي سبقتنا، وانت لعلك ذكرت بعض الشواهد كيف انهم فعلا عندما حققوا النظام في حياتهم يعني صار كثير من الامور متيسرة ماشية بطريقة مرتبة، الجميع بيهنأ وبيسعد بأن يصل الى غايته الى هدفه دون ان يكون هناك نوع من العوائق ودون من يكون هناك شيء من التأخير. صحيح. عادل اذكر بس شيء معين. ليه بيقول لك
إذا أردت أن تحت تشاهد الجودة وتطبق الجودة أذهب للمجتمع الأوروبي. ليه؟ رغم أنه عندنا الجودة الإسلامية أرقى بمليون مرة من الجودة الغربية، ولكن هل عرفنا وكان لدينا المعرفة لمعايير الجودة الإسلامية؟ هل لدينا ثقافة النظام في تطبيق الجودة الإسلامية؟ من فقد معرفة حقائق جودة دينه ونظامه فقد معرفة كيف يسير. معلش الحديث الآية اللي هو إيش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحد إذا عمل منكم أحدا عملا أن إيه أن يتقن. نعم. طيب هذا الحديث هو بإجماع للجودة. الآية الثانية شيء ثاني. نعم. اللي يقول لك إيه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فإذا أنا استشعرت بأن الله يراني فلا بد أن أقدم كل حسن لصاحب الحسن. فقمة الحسن في جودتي وقمة الحسن في إحساني ما أقدم له. فلا يكون عندي ثقافة النظام في تطبيق جودة الشيء اللي بسويه. جميل. حنطلع بس فاصل أستاذ حاتم نستأذنك وكذلك المستمعين ونعود إليكم وابقوا معنا. طاقات بلا حدود. نذكركم مستمعينا الكرام للتواصل معنا عبر الأرقام التالية لمشتركي STC 84720 موبايل 640-660 وزين 746-2-62. كذلك اتصالكم الهاتفي نسعد بمكالماتكم على الأرقام 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100. وطبعا الطرق وكيفية التعزيز لثقافة النظام في حياتنا ومجتمعنا. والنظام أستاذ حاتم أودنا نعرف إحنا وين ثقافة النظام ما بين الواقع اللي بنعيشه والمأمول اللي نتمناه إن شاء الله أن يتحقق. بس قبل أخذتونا كده جو ودخلتوني في الجو اللبناني جو السوري ها نسيت النظام الفواصل. نعم ثقافة النظام وخليت العيش العين مولياتي. نعم الله كله من رسم ديزاني عندنا هي اللي حطته. لا ما شاء الله بس نسيت أنا كنت بقول إيش. نعم طيب هذا بيعزز ثقافة النظام إن شاء الله يعني. أيوة لا النظام الفني بس. أي. طيب تعال بس أبغى أخذ حاجة. طيب ممكن نأخذ اتصال كذا سريع. طيب. وثم طيب. نعلق على ما تعالي. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو يا هلا وسهلا مين معنا؟ السلام عليكم. حياك وعليكم السلام. مين؟ حسين باقادر معك حبيبي. هلا أخوي حسين حياك الله. الله حيك كيف حالك؟ أنت تتكلم عن برنامج النظام. أي نعم كيف تعزز ثقافة النظام فعلا؟ والله حبيبي أنا إنسان بايكرز يعني إنسان أخوي دراجة نارية وتواجه مشكلة كثيرة في السير ويعني تقريبا توفوا لي أصحاب مرة كثير بسبب أنظمة السير. فأتمنى من الناس اللي يسمعونا يعني ينتبهوا أكثر انتباه للناس اللي يقود دراجة نارية حتى لو يعني في ناس متهورة بس في نسبة كبيرة من قائدين الدراجة النارية ناس بتسوق بأنظمة بتتابع الأنظمة بتمشي على مهلها بتمشي في مسار معين بتتابع القائد أو على مجموعات بيكون لهم قائد ويكون لهم سويبر اللي هو آخر واحد بيكون بيتابع الفريق. نعم. فأتمنى يعني من الناس أنهم ينتبهوا لأصحاب الدبابات لأنه يعني تقريبا قبل 3 أيام توفى علينا صاحب بسبب أنه إنسان عاكس سير وتوفى. نعم نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. دراجات الله يرحمه إن شاء الله برحمته. أصحاب الدراجات النارية
هو الإنسان اللي يقود الدراجة هو اللي يأخذ أكبر نسبة ضرر في أي حادث، حتى لو أنه لا قدر الله أنه ما توفى لكن بيكون عنده إصابات مرة بالغة. نعم يجي استعلاجات تقريبا ما يقارب 3-4-5 شهور فيها. وفي ناس أنا أعرفهم مقعدة إلى الآن بيعالج من فقرات الظهر بسبب حادث جدا بسيط، شخص صدم يعني أحد زملائي كسر مضاعف في فخذه، أخوي سامي البيك جاله كسر مضاعف في الساق بسبب أنه شخص ماسك الجوال في الخط وهو ماشي على مهله في اليمين، وهذا الأخ ماسك الجوال وجاء صدم، ولما نوقف قال له أنا ما شفتك، طبيعي أنك ما حتشوف أنه أنت ماسك الجوال. هذه واحدة من الأسباب، وكثير بنواجهها، وكثير من الناس من الشباب بالذات هذول اللي بيلعبوا في السيارات عملية الثعبان اللي هي مسار لمسار مسار لمسار، وهذه الحاجة يعني أغلبية الشباب اللي توفوا بالدبابات في هذا الشيء تلقى مسرع ومن مسار لمسار مسار فجأة لقى الدباب قدامه. واضح أنا حنوجه رسالة في هذا الأمر أخوي حسين، شكرا لك. الله يسعدك، شكرا. يا هلا ناخذ اتصال آخر. ألو، مرحبا. ألو، يا هلا وسهلا، مساء الخير، حياك الله، مساك بنور السرور. الله يسعدك. ما أقدر أقدر أشارك في البرنامج؟ أكيد طبعا تقدر، تعرف عليك أخوي شاكر سفرجي معك. هلا والله أخي شاكر. الله يسعدك. شاكر سفرجي وحاتم سفرجي، تفضل. الله يسعدك، أنت معانا على الهواء، تفضل بشاركتك. الله يسعدك، بخصوص النظام، الله يسعدك، الله يبارك فيك. ماني عارف ما يخص النظام، يعني أنا أفضل أنه عندي اقتراح بما يخص النظام في الدولة عندنا في المملكة، أنه نعزز النظام عندنا عن طريق السياحة. فهذا اللي أنا يعني أشوف. ممكن توضح كيف؟ طيب أنا ما فهمت الموضوع، لكن نشوف مرة أخرى. طيب لعله لك تعليق في ذلك. ألو. أيوة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبغى نشارك يا محمد. ايه تفضل تفضل تفضل. على الهواء الحين انا؟ ايه اكيد على الهواء، تعرف عليك؟ والله بس معك ابو الين من جيزان. يا هلا ابو الين. بالنسبه للنظام، في بعض الانظمه مش متقيده بالنظام اصلا، يعني زي عندنا وزاره الطرق، يعني انت لو تيجي زياره جيزان يوم يومين. نعم. يعني الان جيزان صارت مدينه كبيره واستثمارات عاليه فيها كثيره جدا، وصراحه وزاره المواصلات مهمله جدا جدا، يعني امطار عندنا الحمد لله طول، يعني تقريبا طول السنه، يعني والشوارع لا حول ولا قوه الا بالله. يعني في بعض الانظمه مش متقيده بالنظام اصلا. نعم، هذا كان مشاركتي وشكرا. جيزان عندهم مطبات كثيره، فطرقهم مطيعة، فمطباتكم كثيرة. مش مطباتنا كثيرة، يعني الآن شركة الكهرباء تيجي تسوي حفرة، بكرة بعده شركة الاتصالات تيجي تسوي حفرة، بكرة بعده شركة المياه تيجي تسوي حفرة. نعم. ويزفلته، واليوم الثاني يجي، يعني حاجات يعني صراحة يعني يشيب لها الرام. فالناس العامة يتقيدوا بالنظام، بس النظام من يتقيد فيه؟ يعني الأنظمة من تتقيد، من يقيدها بالنظام؟ نعم واضح شكرا لك. اتصال اخر، مرحبا. الو، يا هلا وسهلا، مين معنا؟ السلام عليكم. سلام، يسعد صباحكم جميعا واياك. عادل بن احمد بارطع. اهلا بكم. اهلا والله. تحيه كبيره، شخبارك؟ الله يخليك، حياك الله. الان انا صراحه جيت مره واحده طريق الجنوب، هذا اللي لاحظت فيه يا رجل، مطبات عد وغلط، وغير كذا ما في تنبيه للمطبات، هذا اولا ما في تنبيه. نعم. ايوه. ثانيا عندك الانظمه صراحه المروريه مستهترين جميعا، عندك الان في شرق الرياض التريلا تقطع اشاره ولا ينظرك ولا يعبرك اصلا، منت ولا نزلت لصدمك قال لك صديق ما في مشكله في تامين. نعم، هذا اللي يقهرك، يعني فوق ما انت مسبب مشكله، ولا سمح الله يمكن لو في اصابات او وفيات يقول لك ما في خوف في تامين. هذه والله صارت قدام، يعني الرجال منسدح على الارض ما ندري وحي ولا ميت، نزل الهندي يركض في تأمين. مش رايك بالنظام ده؟ المفروض يتشددون على الانظمه المروريه. طيب، الانظمه المروريه صراحه، وخاصه قطع الاشاره فيها حد لا يقل عن 3 ايام من غير الغرامه الماليه الكبيره صراحه، يعني هذا اللي انا اشوفه. نعم، وشكرا لك. شكرا، الله يسلم. يا هلا. اخر اتصال ثم بعد ذلك نعلق على كل المشاركات. الو
المفروض يتشكل. مرحبا. يا هلا. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. اخبارك اخوي عادل؟ حياك الله، من معنا؟ الله يسعدك، معك فيصل من جده. هلا بك فيصل، تفضل اخوي. انا دوبي والله اسمع الحديث حقكم، بس هو بالضبط على المواصفات. تعزيز ثقافه النظام في حياتنا. ثقافة النظام. نعم. والله شوف، بالنسبة للمواصلات يعني ولا بالنسبة لا لا بشكل عام يعني، مو فقط احنا ما نتكلم على مواصلات يعني. والله شوف، النظام إذا بتمشي عليه ايه فأنت بتكون يعني مقيد بالنسبة لمجتمعنا. أنت ترى أن النظام هو هو تقييد؟ ايه تقريبا تقييد. نعم. يعني بالنسبة للمجتمع اللي عايشين فيه. بالنسبة يعني على حسب رؤية المجتمع، إذا كان هو تقييد أو إذا كان هو تسهيل. اسمح لي بس عثر السؤال. نعم تفضل سي حاتم. اي اخوي فيصل، اسعد الله مساك وياك حبيبي. حبيبي ابغى اسالك سؤال. اسال تفضل. هل انت تنظر للمجتمع ولا تنظر لنفسك؟ والله شوف، بالنسبه حاليا بصراحه لا تقول لي انت ولا المجتمع. والله شوف يا اخي، هي من يهمك بنفس من يهمك كلها سوا. لا يهمك نفسك ولا المجتمع؟ واحد أكيد يهمني نفسي والمجتمع صراحة. يعني في المقام الأول طبعا أكيد نفسك. أكيد نفسك. أكيد طبعا. إذا أنت تبغى تصلح نفسك ولا تصلح المجتمع أول؟ أصلح نفسي أساس يصلح المجتمع. يا سلام. إذا لما أنا أكون منظم داخل نفسي أهم ولا لازم المجتمع يكون منظم عشان أنا أكون منظم داخل نفسي؟ بالعكس، صح كلامك سليم. طيب إذن لابد أنا لما أكون نظامي داخل نفسي، هل أكون مقيد أم أكون عندي الوعي والمعرفة؟ يكون في وعي ويكون في معرفة. يا سلام عليك. تقيد نفسك بحاجة بسيطة. يا سلام. التقيد لما أنت تقول تقيد، لما أتبع النظام وما يصير لي مشاكل أكون مقيد ولا في أمان؟ بالعكس أكون في أمان. يا سلام. إذا النظام خليك معي خليك معي. المجتمع لما يشوفك أنت في نظام وإنسان راقي، ما حيجي يوم حيقلدوك، يقلدك ولدك، يقلدك أخوك. لا قصدك تقليد يعني يقلدوني؟ يعني يقلدوك في النظام، يعني يعتبروك قدوة، أخوك، ابنك. ممكن. صح ولا لا؟ ممكن ممكن. أكيد سيكون لك ناس يعني تأثرون فيك طبعا. إحساس بالإنسانية. أي. إحساس بالرقي حيتبعك لأنك أنت منظم. فطالما أنت لما تسوي ده الشيء بإحساس حينتقل الإحساس للمجتمع. نعم. هل هذا قيد أم دعوة للصلاح؟ لا بالعكس، صلاح هو صلاح بالتأكيد. يعني ما الواحد ما حيشك في ذلك أبدا. يعتبر فيه تقيد بعض الأشياء، يعني مو كلها. التقيد في إيش؟ هو بالتأكيد حاتم، حتى يعني هو يعني مثل صلواتنا، يعني هو لابد أن نتقيد بأوقاتها. يعني نعم إن صلاتها كانت على المنية كتاب مقودة مقوتة، ولذلك لابد التقيد هذا لأجلنا وبدايتنا. في فرق يا عادل أخوي عادل. نعم. في فرق بين التقيد كروحانية كنظام روحاني رباني، والتقيد كنظام حكومي، والتقيد كنظام إنساني. الروحاني إجباري أنك تقيد، لأنه لو راح وقت الصلاة هذا ما يتعوض، صح ولا لا؟ فعلا. أي. لابد أن التقيد الرباني هذا مجبرين فيه، لأنه هو اللي حقق لنا السعادة. لكن فيصل لما كان يتكلم كتقيد إنساني دنيوي. جميل. على عجالة أستاذ حاتم، بس عشان نمر على اللي اتصلوا. أخونا حسين متضرر، يعني وجد من يعني تضرر بقيادة الدراجات. هناك من يسير على النظام، لكن من لا ينتظم سيؤثر سلبا على من ينتظم. حبيبي عادل، وأرجع أقول لما أنا ما أستشعر بالنظام مع نفسي، كيف أستشعر بالنظام مع الآخرين؟ نعم. إذا أنا مسألة الرخصة والنظام المروري، لما أجي أطلع رخصة والله ما أطلع الرخصة اللي تطلع عينه غير لما يكون عارف الأنظمة هذه، ويعطى مدة تجريبية لأنه يجرب السيارة ويسوق. إذا لم يعمل مخالفة خلال السنة الأولى والسنتين يعطى بونس وهكذا.
وهذا لا. هذا هذا الكلام ايضا اجابه يعني مداخله اخونا العلزي، ووجود المحاكم الان المروريه المتخصصه لعلها يعني تساهم في حل مثل هذه الامور. عادل انا اديك بس قصه واحده، لما بنتي كانت تبكي فاخذت الام في عبه وقفوني الشرطه، والله يا عادل اتعاملت معامله كمجرم، وقفني على جنب. فين هذا؟ فتشني في المانيا، فتشني في المانيا، نزلني من السياره، جرني من 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 البلوزه وحطني وسدحني والمسدس في راسي وفتح رجولي كده وقاعد يفتش جيبي ونزل كل اشياء. قال انت مخالف النظام، انت نظام الماني ما تحط البنت لانه لازم تحافظ على سلامتها. عندك امرين، يا محاكمه يا تدفع الغرامه، وغرامه كبيره. يعني ما تحطها في يعني مع امها في حضنها وقدام، لا بتكون ورا كرسي، كرسي خاص، كرسي خاص للطفل في المقعد الخلفي، هذا للطفل الصغير. نعم. وكرسي خاص بالاطفال اللي يقلوا عن 160 سنتي. طيب على عجاله، احنا عندنا نص دقيقه يا استاذ حاتم او اقل كمان، ناخذ موضوع شاكر اللي هو السياحه. يقول السياحه سريع في السياحه انه نفتح الباب للثقافه الخارجيه للسياحه الخارجين، انه هم يتبعوا النظام، يسووا نظامهم هنا معانا لما يجوا عشان يكون عندنا قدوه، يصير فيه انفتاح على الثقافات الاخرى. نعم. الثقافات النظاميه الاخرى. ايش بعد كده عندنا؟ شكرا استاذ حاتم، انتهينا احنا الان 12 تماما، وحقيقه الحديث الشجون لانه دخلنا على وقت الاخبار. طب اسمح لي اقول كلمه وحختمها. اذا لم نستشعر بثقافه نظامنا لن نستشعر بثقافه حياتنا. نعم. شكرا للاستاذ حاتم سفرجي المدرب والمستشار في التنميه البشريه حول حديثه الهام جدا وكل يعني مواضيعنا، لكن يعني كان وجوده في هذا التوقيت خاصه ان نتحدث بكل نظاميه عن ثقافه النظام في حياتنا ومجتمعنا. شكرا جزيلا لكم ايضا انتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه. تحيه مني انا عادل برباع، ومن الكنترول الزميله رشا انديجاني. في امان الله.